السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد، جمعة مبارك علينا وعليكم. طبعا اليوم كنا بالسوق، شوف حمام جارنا، اليوم كنا بالسوق وشكرا جبنا حمام، شكرا لكل الناس سألت علينا، حكون رجعوا صوروا. طبعا نبلش شوي شوي، هلأ أنا هون صرت ربي، هاي هون كانت الدار تبعيتي، هون ورا ماشي، بس انا ما بدي اجيب شيء. وهون يعني هاي الارض انا مالي فيها، كان فيني اربي هون بس انا حبيت هون ربي. هون تحت شو في دجاج، طبعا هاي العلف، وهون الشغلات اللي كنا نشتغل فيها، هاي العلبة الخضراء بدي اصير احط فيها علف وزيت للحمام، هاي هون لما بدي اعبي مي، هذا هو الحبيس. يمكن هو منظر ما زياده، بس المهم انه بنحط فيه حمام. المهم مثل ما شايفين هيك هو. هلا انا نمسك الحمام طير طير، نبلش من النخب يعني مستويات، من احلى طير ل يعني الطير العادي، فهمتوا شلون؟ هلا دقيقه اصبروا علينا دقيقه، بس خلينا نفتح نفرجيكم اول. طبعا جيناكم اول طير صلاه النبي، شوفوا طويل هو الطير، اسمع من مسك طير حمام يهودي، شوفوا ما شاء الله قسمه ما شاء الله، هذا اول طير. هلا بنحط لكم اياه على الارض ونفرجيكم. طبعا يا شباب ما في حدا يصور معي، فاضطريت اصور لكم، لا صورنا لكم اول شيء اليهودي، قصدي اصور لكم اياهم دقيقه. وهذا الثاني طير بين ذنبه لانه هري خلص، هذا الثاني طير ما شاء الله يعني هيك ريحاني حلو عسكري، وهذا ما شاء الله الطير الثالث، شايفين الحنية تبعت شلون؟ هذا حنية اسمه مش، وهذا الطير الرابع، هاي صرنا نسوي لكم ذول الأربعة، وذاك الطير الخامس ليك وين باكستاني، من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طيور، وإن شاء الله يعني بنجيب كمان، بس ما أنا ما بدي كترون، ما حبي كترون، فهمتوا؟ هاي هني ما شاء الله كل الحمام، طبعا كلياتهم مالهم مشكولات، أنا هيك جايبن إلا هذا الطير، هاي الطيارة هاي. هاي الطيارة يمكن زقع الريحان يطلعوا له شفار، والله ان جايبون هيك يعني اتفرج عليهم الصباب، ان شاء الله كلهم لبسن جراس، هذا ما لابسين شيء. هلا بدي البس الباكستاني، خليكم معي دقيقة. طبعا هاي لبسنا لبسي، هاي البوز لي لانه الطيارة، بس يمكن ما لبس، يمكن حط له بس فرد وحدة، هذول بدهم ياخذوا المكان عن هوجه. هو هذا المكان الباكستاني، اول ما حطيت الكرتوني هو هون فات، اول طير. هاي شفتوا شو لبسته، برتقاليات واسوار بيضة، هذا الوحيد لابس جرس، هدول كلهم دي يلبسوا جراس كلهم، عشان هيك الصوت والله حلو الصوت، اسمع ما امان، هذا احلى طير ما شاء الله. لا يمكن في ناس يعجبها هذا وفي ناس هذا، اقسم بالله هذول الاثنين ما شاء الله حلوات، هذا باكستاني حلو للكش، والله حمام جميلات. هاي انا حطيت لهم اياها هيك يعني مؤقت، ان شاء الله يعني نحاول نعمل لهم، بس مثل ما شايفين يعني انه صغير، وهدول هذا اول يوم لهم يعني اول خمس ست ساعات لسه على المكان ما اخده. شوفوا ما شاء الله الباكستاني مبين عليه طير حمام. طبعا هذا الفيديو راح هيك خليه قصير، بس خنزت لهم علف وطفي الفيديو يا شباب. طبعا انا طعميتهم اول ما جبتهم، بس شي خفيف، وهاي مي شي خفيف. طبعا هاي العلبة حكيت لي عنكم، ما دعود الحمام هيك، بس هيك تعي 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 هيك على الصوت، خاص يعني يسمع هذا الصوت يعني في اكل، تعي تعي تعي. شلون نفتحها ونزت لها، تعي تعي تعي، اني هاي ذره وقمح يعني العلف، تعي هاي عم ياكلوا، هاي الريحان اللي ما نزلها نزل، تعي والله شكله هن حابين الدرة، خلص هيك حاجتهم، ان شاء الله بكره هيك بدي اطلع لهم هيك من الصبح، هيك بتصورهم شي حلقة ان شاء الله، شوفوا ما شاء الله عليهم. هون بتكون نهاية حلقتنا يا شباب، ان شاء الله تعجبكم، حطونا لايك واشتراك وتعليق حلو، يعني ما حاب لا يحط لايك، يعني لا تحطوا لا لايك ولا اشتراك اللي بدكم اياه، بس اهم شيء اكتبوا تعليق حلو مثلكم، ويعطيكم الف عافيه، وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم.